أكد المؤتمر الشعبي العام أنه في الوقت الذي ظل وعبر كل المراحل حريصا على الدماء اليمنية ومعالجة أثار الصراعات والأحداث كافة التي شهدها الوطن، وبادر إلى اقتراح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للخروج من الأزمة السياسية التي شهدها الوطن عام 2011 حقنا للدماء وتجنبا للفتنة. فوجئ واستغرب بشدة صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013 بإنشاء ما يسمى صندوق الرعاية أو رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 من فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، والذي يمثل صدوره بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011، والتي جميعها أكدت على توصيف ما جرى في اليمن خلال عام 2011 بأنها أزمة سياسية. وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من أجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار. وقال المؤتمر الشعبي في بيان له إن صدور القرار الجمهوري آنف الذكر بتلك الصيغة والمضمون يمثل تعسفا لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها الوطن خلال الأزمة، وحيث يحظى فيها طرف من الضحايا بتعويضات والرعاية من الدولة، ويحرم طرف آخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعا عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني، بالإضافة إلى ما يمثله صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون من سابقة خطرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال، بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقا لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011. وأكد المؤتمر الشعبي العام خطورة تعميم حالة ووضع الانقلاب والفوضى على مرحلة الأزمة السياسية، وبحيث ينسحب الوصف والوزر على جميع من كان حاضرا فاعلا وطرفا أساسا في تلك الأحداث وفي الجانبين، كما يأسف لشرعنة ما هو مخالف للمبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية. وعبر المؤتمر الشعبي العام عن أمله من الأخ رئيس الجمهورية إعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث والصراعات السياسية عبر كل المراحل مدنيين وعسكريين في كافة المحافظات.